عندي الفخاره اللحم التركيه هقدمها النهارده بلمسات مصريه. عندي نص كيلو لحم ضاني، عندي ليا، عندي زبده، عندي بصل، جزر، بطاطس وفلفل الوان، وعندي فلفل حار اللي هو الفلفل السبايسي، عندي توم، عندي كزبره خضراء، عندي زعتر فريش، ورق لورا، حبهان باودر، وعندي زبده، جوز التيب، جنزبيل فريش اللي هو الجنجر، الجنزبيل فريش بالظبط كده شوفها لها، عندي كزبره باودر، وعندي ملح وفلفل، وكمان عندي العجينه. العجينه عباره عن 2 كوب دقيق، عندي معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره خميره، كوب ماء دافي، ماء دافي كمان علشان تفعل معايا تنشط الخميره، تنشط الخميره تمام. كوب حليب، معلقه كبيره من الزيت، رشه ملح وبيضه، مع شويه فلفل وملح، وكمان هنحط عليها زعتر علشان الزفاره. اتفضلي يا شيف. حلو قوي، دي كده وصفتنا النهارده يا جماعه. هنعمل فخاره اللحمه بالعجين. كتير كانوا بيسالوا يا شيف كريم مقادير العجينه اللي بغطي بيها الطاجن ايه. النهارده شيف كريم صلاح الدين جايب لنا مقادير العجينه حلوه جدا ومغذيه، يعني عاملها باللبن وحاطط فيها بيضه، فانا متخيله ان طعمها هتتاكل حاف كده لوحدها باذن الله. باذن الله ان شاء الله. هنعمل ايه بقى يا شيف كريم؟ اول حاجه طبعا انا عندي هنا اهو شغلت النار شويه على الحله بتاعتي. اول حاجه عندي هنزل هنا بالليه بتاعتي. ماشي. شويه ليه. تمام. لو عندي زيت نباتي مفيش مشكله، سمنه بلدي برده هتبقى حلوه. طبعا الناس النهارده بحسنه الليه ونزلنا بسنه الزبده. طبعا قلت لحضراتكم ليه وزبده، الموضوع النهارده يعني في شويه ايه، في شويه دمار شامل. دمار شامل. اول حاجه طبعا احنا خليها بس تشد شويه، تشد شويه علشان نعمل لها الصدمه واللحمه تعلم معايا. طيب على ما تشد شويه يا جماعه عشان تاخد صدمه، ودي معلومه مهمه جدا شيف كريم قالها لكم، لازم اللحمه تاخد صدمه عشان ما تنشفش منك، تبقى عامله زي الكاوتش كده جوه الطاجن. نقول المقادير تاني يا جماعه بالراحه. تمام. نص كيلو لحمه ضاني، وممكن استغنى عنها باي نوع لحمه بس تكون ناعمه. ناعمه يبقى وش الفخده، عندنا السن دي انعم حاجه، وبعدين الاميريه، السن والاميريه يا جماعه. ماشي. ليا، حته ليا، زبده الماده الدهنيه دي بتاعتكم، بصل، جزر، بطاطس، فلفل الوان وفلفل حامي، ثوم وكزبره، زعتر فريش، ورق لورا وحبهان باودر، زبده، جوز الطيب، جنزبيل فريش، كزبره باودر، ملح وفلفل. شيف كريم حاطط لنا كميه منكهات عاليه قوي. نبقى كده اهو نزلنا اهو، بدات تسخن معايا الزبده والزيت. ابدا انزل باللحمه بتاعتي. ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تمام. دوت تحت كده. تمام. تمام. هنحط ايه مع اللحمه بقى يتشوح معاها؟ اول حاجه هنزل بالبصلايه. دايما دايما اشوفها لها في السوى، لازم ايه اللي بيقل، ايه الخضار اللي قوى عندي. عندي مثلا البصل، لان احنا اتعلمنا في مدرسه الفندقيه ومدرسه المطبخ العالميه ان احنا كل حاجه ليها تسويات، ما بنزلش كله مره واحده. ابدا انزل البصله بتاعتي. ماشي. اللي هي المكعبات علشان نوصل المعلومه لست البيت. يبقى بعد ما اللحمه بتشد يا جماعه في الماده الدهنيه، بننزل بالبصله تاخد وتدي معاها. بالظبط كده يا شيفان. الله يفل. رشه بسيطه كده بتدي نكهه مختلفه جدا للحمه. بالظبط كده. الله ينور. شكرا يا شيفان. اشكرك. طب ليه كده يا شيفان؟ طب ليه كده؟ لا ما ولا حاجه. يلا يا حبيبي، يلا يا بابا. زي الفل. ربنا يكمل الحلقه دي على خير. دي البوله كده يعني ايه؟ مفيش مشكله. يلا يا شيفان. ماشي يا شيفان. كده البصل والجزر. البصل والجزر. بالظبط كده. هنبدا بقى ايه نمشيهم كده مع بعض برده شويه. في البطاطس دي فيها ميتها ممكن، بس انا اسف لحضرتك عيني. هننزل خلي بالك البوتاجاز شكله فصل. بالظبط. هننزل بالفلفل، هو مديني كده اهو. بالظبط كده. تمام. ماشي. شو كان اشوفها لها؟ اي خدمه يا باشا، اتفضل. البطاطس انا تعب حضرتك معايا. لا لا ولا يهمك، في فلفلايه اهي كمان. فلفلايه. تمام. ماشي. هنعمل ايه؟ نزلنا بالفلفل. ماشي. ننزل بالبطاطس علشان برده وقت حلقتنا شيفها لها ايه. حلو قوي. حته شيف كريم هنقعد نهزر كتير والحلقه تقوم هنا ومش هنقدم حاجه. ما ينفعش. احنا اهم حاجه ان احنا نوصل لحضراتكم المعلومات اللي احنا والله والله تعبنا جدا 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 علشان نوصل للتكات والاسرار أكيد. ديت اكيد. هبدا بقى يا شيف هلا وكل الساده المشاهدين طبعا. ايوه. مخرجنا نازل كده بالكادر على المنظر الجميل الالوان. هنتبل بقى. هنتبل بقى. يلا. خد بس الحله بعيد عشان البوتاجاز ما يفصلش منك. ماشي يا شيفال. شكرا. هنتبل ايه بقى قول لي؟ اول حاجه انا هنزل هنا عندي اهو، عندي هنا شويه جوز التيب. ماشي. تمام. ماشي. عندي هنا خدتها من ماما والله العظيم، قالت لي دايما يا شيف كريم خد الحبهان
مع الورق الغار ويضربه في الخلاط وانا شممته للشيف هاله. حلو جدا، ميكس حلو جدا. وانا قلت برضه هو يعني تحيه للوالده بجد على الميكس الحلو ده. تمام يلا ربنا يخليها لك يا شيف. امين يا رب، امين يا رب، وربنا يرحم والدتك اللهم واجعلها يا رب في اهل الجنه يا رب. امين يا رب يا رب اللهم امين. كده الميكس ده اللي هو ورق اللورة يا جماعه مع الحبهان بنطحنهم مع بعض. تمام، هنشم بقى الوقت بقى ريحه الايه الحبهان بيطلع ريحه جنان. ننزل عندي هنا كمان شويه التوم، خدتها من المطبخ الهندي، دايما الهنود بيدوا التوم مع الجنزبيل ولا ايه يا شيف هاله؟ طبعا انا نفسي شيف هاله دايما كده تبقى معايا ومبتسمه. يلا الزبده محتاجه تاني؟ ممكن نحط حته زبده. ما انا قلت لك النهارده يعني كل اللي بيتفرج على الشيف كريم هيقول لي حرام عليك يا شيف كريم انا بعمل ريجيم. مديها زبده وليا، نبدا نقلب كده. ماشي يا شيف هاله. يلا طب حد شامم ريحه خجلنا شويه ميه صغيرين او شويه هي عندك او شويه مثلا شوربه كده، بس انا عشان اكون صريح ديت ميه لان طيب اهم حاجه في الدنيا المزقين. طاجن اللحمه كده كل حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا ايه بيسهل كل حاجه. يا رب يا رب يا رب يا بركه بسم الله يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي تمام كده زي الفل. ادي الطاجن بتاعنا. عندي العجين، العجين عباره عن قلناها شيف هاله العجينه يا جماعه كوبايتين دقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، وكوبايتين ميه دافيه، كوبايه لبن، معلقه كبيره زيت، ورشه ملح بيضه وفلفل وملح وزعتر. تمام صح كده؟ صح كده ماشي. خلينا بس شكل كده وهنوري، بس مش مشكله كده ان شاء الله هقفلها باذنك يا رب. باذنك يا رب ان شاء الله. العجين اهي زي الفل ان شاء الله، عشان برضو نوريها للساده المشاهدين. ماشي. بعد اذنك يا شيف هاله. طبعا اي حاجه تبقى معانا برضو ايه ابدا اعملها. تمام. عندي بيضه. ماشي. عايز الفرشه؟ يلا بينا نقلبها حتى بالفرشه كده. ماشي تمام. ندهنها ببيضه، البيضه وعليها زعتر. بالظبط. زعتر بالظبط. العجينه فتحت مني بس مش مشكله. العجينه دي بتدي لون هوريها لحضراتكم دلوقتي. اللي احنا بس هي مشكلتنا في الوقت، عارف لو عندنا وقت والله اكيد ظبطناها يعني. بالظبط بالظبط. معلش لو قلنا كده. قول لي عايزين حبه سمسم اهو من جنبك اهو. تمام اتفضلي يا شيف هاله. هندي شويه سمسم كده و شويه حبه البركه. تمام دوت الطاجن. هنطلع الطاجن بتاعنا من الفرن اللي هو استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء بسم الله. يلا نزل المردانه بتاعتنا. بياخد قد ايه في الفرن يا شيف كريم الطاجن؟ الطاجن يا شيف هاله انا سويته، انا سويته ني في ني بس علشان انت. طب يلا يا شيف كريم. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى ايه نفتح كده ونتفرج على الجمال. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو قوي. تسلم ايديك. تمام سلم ايديك. يلا نبص على سمبوسك. يلا تمام. ممكن بس منديل بعد اذنك يا شيف هاله؟ اتفضل. انا اسف. لا ولا يهمك. شكرا لحضرتك. يلا